وقفات مع عامر. الإعاقة البصرية أقدم كل أنواع الفن كفن يقدم رسالة. الفن بالنسبة لي هو يعني متنفسي الوحيد أني أطلع كل شيء أحس فيه بهالحياة، من حلو من حزن من كل شيء بلوحاتي. في تفاصيل جميلة جداً تستعمل في المواد، ما عندك صعوبة في استعمال المواد هذه؟ لا أنا أحب، لأنه هذا يعني يدعم ذوي الإعاقة البصرية إنهم يتعرفون عليها يعني بكل سهولة، بطريقة اللمس يتعرفون عليها يعني بكل سهولة، يعني نتيح لفئتنا فئة ذوي الإعاقة البصرية إنهم يتعرفون على اللوحات بكل سهولة. كيف تقدر تحددين أبعاد العمل الفني؟ شوف، هي أنا ما أعرف شلون، ما درست الفن، هي موهبة من الله، فقاعدة أسوي كذا يعني باللي أنا أقدر عليه، باللي يطلع من نفسي يعني، وهذه اللوحات اللي تشوفونها. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. وقفة جميلة مع موهبة جميلة رزان. كل سماوي، هذه أبيض، هذه أبيض، هذه أسود سماوي جبل، هذه سجل بني خد أبيض، ودود أخضر، أصفر ولدي أبيض، هذه نصفها هذه أخضر أصفر، هذه أصفر هنا أخضر هنا. وهذه إيش يا رزان؟ هنا قريب هنا بعيد، كله أدري سماوي، هذه أبيض غيوم، هذه كده، هذه أخضر كله، هذه كده خط، هذه نقاط أبيض وردي، قريب بعيد هيبين. كل عافية. أحبك. أبدعتينا اليوم بلمساتك الجميلة برسماتك، رغم أي حاجة فالجمال الفن انه ما في شيء يوقف عن حده. بلغينا كيف بديتي فكره الرسمه العارضه. قبل اسبوعين رسمت رسمه، قالت معي 3 ايام، وبعدين فكرت فيها وكيف الوان ادخلها عن يوم التاسيس وكيف كانت العرضه وكيف طريقه الرقصه، فكانت هذه هي فكرتنا عن يوم التاسيس. تهاني، اخترتي ألوان جدا جميلة وتنسيقها كان أجمل، هل كل لون فيهم يعبر لك في حاجة معينة أو كيف تحسينه؟ بالنسبة للرسمة والألوان يعني قاعد أفكر وأتخيل كيف ممكن تكون أختار الألوان وكيف طريقة العرضة بحيث أحط ألوان مناسقة معها، وعن يوم التأسيس
لوحة أجمل تهاني مع الصقر وعيون المرأة. الصقر عيونه جدا جريئة والمرأة بعيونها جدا جميلة. تعطينا فكرة بس على عمل فني لو سمحتي. هذه الرسمة قعدت أتخيل ممكن إيش أرسم، بس لما فكرت قلت منطقة الوسطى وفي الرياض، فكانت تعبر عن أهل نجد زمان وكيف كان التراث وكيف كان اللبس ممكن وكيف كان الموجود عندهم كان وقتها الصقور. فكرت في الألوان وكيف أضيف الألوان مختلفة، يعني هذا الشيء يعبر عن نفسه وأنا اللي فكرت فيها وأنا اللي أبدعت وضفت الألوان إضافية. شكرا لك، هناك توفيق. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لدعمك مستمر. حياك الله أستاذة هدى. ممكن تعطينا فكرة عن أعمالك اللي مسويتينها؟ أول شيء حياك الله، شرفتني ونورتني. ثاني شيء شغلي كله على القصدير، العملية أصلاً إعادة تدوير للقصدير، أخذ الصحن القصدير زي ما هو بعدين أقصه وأفرده، وبأدوات الطين بعد ما أطبع الرسمة أثبت على القصدير، وبأدوات بالمخرز حاجة اسمها مخرز أحدد الرسمة بكل تفاصيلها، وبأدوات الطين أضغط الرسمة للبرة علشان تبرز بشكل هذا زي الرسمة هذه أو الرسمة هذه، بعدين أحقنها بالسيليكون وأحطها على قطعة خشب وأسوي لها خلفية، ممكن أعتقها بس زي الحصان أو أعتقها وأدخل عليها ألوان الزجاج خفيف زي الدلة والفنجال والمبخرة. كم لك ترسمين بالشكل هذا؟ 8 سنوات. كيف بديتي؟ شو الفكرة؟ لا، الفكرة أنه أستاذ محمد جواني أخصائي فن ترفيهي هو اللي شجعني على الشيء هذا، شاف فيني موهبة فطلب مني اني اشتغل معاه الشغل هذا. بدينا لوحه لوحتين ثلاث واكتملت لمين استمريت. الله يعافيك، حياك الله، شرفتني ونورتني. الاسم مو غريب علينا ولا عليكم، لانه سبق ان تلاقينا مع بعضنا مع الاستاذه اسماء اشياء جميله. حياك الله استاذه اسماء ونورت المعرض، وسعيد جدا بوجودك مره ثانيه معنا. السلام عليكم، معكم أسماء قيراطي، فنانة تشكيلية بالضغط على المعدن. عندكم هنا لوحاتي كلها بالضغط على المعدن. نبدأ اللوحة بفرد المعدن، بعدها تمر تقريبا في 10 مراحل إلى ما توصل للمراحل هذه. اللوحات فيها عمق، فيها ظل، فيها تشكيل، فيها تفاصيل، في الأخير ناتج هذه اللوحات اللي موجودة. يعطيكم العافية. ما أجمل الفن من أكثر تعبير وأكثر من شكل وأكثر من طريقة. مساء الخير، كيف الحال؟ هذه 4 لوحات أنا مشارك فيها. عندك زفاف الطيور، وعندك سنلتقي عند المحيط، ووجوه باكية، والحصان الإنجليزي. حبيت أنوع بين اللوحات عشان ما يكون في شيء مشابه، وأتمنى أن اللوحات كلها عجبتكم إن شاء الله. شكرا لكم.